هذه مرتده ولا كره مرتده الان تاتي سريعه الى يبحث عن مسعود الى ماريا باسكيت مقطوعه كرته عادت من الشق والحسم ايضا هنالك تعادل في القادس تقع الان في الطرف اليمين من الكرات القليله التي تحصل عليها بيزيرا ويبدو وحيدا دائما مع فريق الجونه يسجل معهم اكثر عدد تهديفي ممتاز بجانب دفاعات فريق القادسيه عدم ترك المساحات اللي دائما ما يتفوق من خلال لصالح فريق الحسم يا سلام على التمريرات جميله وذكيه عرضيه لكنها لم تكتمل عانت الان لصالح بنو القادة لعوبه للامام الحكم يقول ما فيها شيء بلوم سريع تغطيه حلوه من اتاري حصلها اشعيل الكره في الطرف اليمين لعبد الله خطاب عبد الله خطاب في المرور والتمرير هنا عبد الله الكرة المقطوعة كواتارا لصالح فريق القيسومة لكشيم في المرور رائع كشيم القحطاني في المرور بطريقة رائعة من فارس عابدي ولكن لذلك هذه اللقطة أراد التسديد كشيم القحطاني وبالتالي الدخول على كواتارا مرور كان رائع من بين قدمي فارس عابدي بالنسبة لكشيم القحطاني وسلامات لك بينما أصبح على أشدة ما بين العدالة والوحدة والجهلين والخبيث ما زال لم يقدر كل ما لديك كاميليز إلى مررها إلى مصلح إلى عثمان باري لا يعبر باري يا عيني على تدخل والآن أولى مبارياتك مع القدساوية يا عثمان يا باري يا باري صافرة وغير في الشعلة كرة أيضا تذهب إلى الآن لعبد الرزاق تصل متأخرا من الرشيدي إلى تدخل يأتي قوي من أوتارا على الكرة يبعدها إلى أخرى الرياض للحالة الطبيعية الحالة اللي يبحث عنها الاستحواذ على وسط الخروج من الحارس عبد الرحمن صنبي الذي يأتي بين الخشبات الثلاث مكان الحارس محمد مودبارو يا عيني يا لعيب حلو جميله عرضية أخلاوية يا عين حلو كبير جدا هذا رياضي ضخم جدا نادي الأهلي وسط يلعب له كرة أمامية إلى هيثم هيثم داخل المنطقة هيثم ولكن قطعت قد سوية تغطية دفاعية حسن العلي مورتلبي مودو بارو ياخذ كرة ممتازة مودو داخل المنطقة ولكن تغطية بعد ذلك أبو الشامات كرة مقطوعة مرتدة علوية ارتداد علوي ارتداد مودو بارو اللي وقع على الأرض وطالب قد سوية من فن ومهارات كروية كنترول عيد مرة طويلة بعد ذلك راحت إلى دفاعات نادي القادسية القادسية بانو قادس يبدأ في بناء هجمة أوتارو يلعب كرة عربي بعد ذلك إلى المجرسي يرسل لك كرة حسن العلي صاحبه مع القادسية تبديلات المدرب يوسف المدرب الوطني القدساوي كرة في منتصف حارس راحة قفاز ذهبي ركنية لعبة سريعة أحد الحراس الكبار والنجوم في المسابقات السعودية سواء كان الله يا ويلي جونسون الشكورة أمامية إبعاد من الدفاع إلى رمي السماء حساسي اللي في العمق يشكل خطر على مدافعي فريق القادسية مهارة ينطلق فيها عمر عرجون من الشكورة لكن بعيدة عن يلعب كورة على اليمين هذه عرضية من صالح الجميزي يلعب الكورة الماضية خلف شارع القحطاني تدمير كورة اللاعب فريق القادسية شاري إلى سيدريك أميسي رجع خطيرة لجمعة يمشيها لكن إبعاد أخيرا من الدفاع فرصة كانت لجمعة منطلق ماريا على الصناعة الأرجنتيني وهذه اللعبة المثالية لكن صارت ثمينة في مثل هالمباريات كرة بالراس تتحضر لكن تبعد من أمام جمعة من الهدف الأول هذه الكرة الماضية وهذا التحضير من صالح الجنيدي لجمعة مسعود لكن راحت كرة
صالح الجميلي كرة وتمريرة خطيرة إلى جمعة مسعود يسددها لكن أبعاد بعدها راي شمولحي يتصدى لكرة جمعة مسعود يلعبها اليمين لإسماعيل عمر إسماعيل أمام لاعبين يكسب ربع جانبي تسجيل الهدف والإبعاد الحاضر في هذه اللحظات أيضا الراية مرفوعة لكن حكم اللقاء يفضل استمرار اللعب محاولة الآن للعب كرة عرضية محاولة وإبعاد إبعاد حاضر قد ساوي في الكرة تري وإبعاد مثالي من هذا اللاعب اللي هو حسن حربي عادت إلى حسن من جديد والصافر شوف هذه الكرة الماضية بعد الوسط إلى الهجوم والتحولات الهجومية الصعبة حتى هذه اللحظات مع عودة غالبية لاعبين حاول استغلال التقدم القدساوي من خلال التقدم في مثل هذه الكرات والاعتماد على الهجوم المرتد السريع لكن القدسية سريع في سريعا على القدساويين بطيئا على نادي أجر في هذه اللحظات وإن كنا اقتربنا من 75 دقيقة وبالتالي ربع بخلاف هذه الجولة تعود الآن كرة محاولة قدساوية في هذه اللحظات شوف الآن ثاني فارس عابدي كرة الآن تلعب إلى الأمام إبعاد إلى متعب الحمد هيثم الآن هنا الآن المحاولة الثاني يقترب مع 6 دقائق الوقت المضاف لشوط اللقاء الآن تقبل الجبلين خلف المدافعين بشكل طويل جدا لكن قراءة بشكل أيضا جميل بالمواسم الماضية الآن يقود حراسة المرمى نادي القادسية عند البورحي حضر الفرصة الماضية هنا تلقى بشكل كبير جدا كوادرا وانقذ الموقف في الفرصة الماضية قد احمر بشكل مميز ربما لاسباب لا نعرفها ايضا بالنسبة لذلك المهاجم الذي اتى بكل تأكيد وهو متقدم نعم القادسية بهدف في الجولة الماضية في المباراة التي جمعت الحزم للقادسية الجمهور الجبلاوي ما زال يساند ما زال ايضا يشجع الجبلين كبير ما بين اللاعبين هنا الان تتمرر خلف المدافعين لكن قراءة ايضا من حسن الحربي اواخر هذا الشوط تبقى منها 8 دقائق بالنسبة للقادسية على الوقت الاصلي بكل تاكيد صعيس بولحي يتصدى للكرة وما زالت للجبلين مرة أخرى ومرة أخرى الاستلام والدربكة في القادسية والجبلين من شاهد أو من يسمع عن هذه البطاقات يتحدث أو ربما يتوقع بأنها مباراة حول على الطرف الأيسر جوناثان بلمسة أمامية بعد ذلك تبحث تأكيد عدد النجوم ارتفاع المستوى وأداء هذه البطولة بشكل كبير وبالتالي اليوم فرصة فيصل يعلي كرة أمامية قائد الكتيبة فيصل سفيرة تصل بالكرة في المنتصف لوران في المباراة الماضية سالم السليم كان أساسيا اليوم يبدأ عنا اللاعب الهداف كارلوس أندريا وأتت مرة وحيدة هل تتكرر في هذا المساء حضرت في 99 هل تتكرر في هذا المساء أم أن الحلول اللي يمتلكها الفريقين 2-1 لفريق نجران سجل في الشوط الثاني لكن هل من عودة للقادسية في الدقائق القادمة استطاع نجران في التقدم الوحيد في الشوط الثاني كما كان حامل كريستيان جول كريستيان جول كريستيان ماذا تفعل يا اللاعب يا الفنمي في اللقطة الماضية بينك في الحصة الأولى كم سيحتسب حكم اللقاء لعبد الرحمن النزي عبد الرحمن يمرر محاولة إلى خارج أرضية الملعب أدي بحزان كان يبحث عن هذه الكرة ولكن واتارا النزي يستقبل الكرة في التمريرة ممتازة هنا بزيرة ولكن الكرة من إبراهيم مستوى التهديف على مستوى الزيادة العددية بالنسبة لفيليب مايا تجده يعني عادة حتى يتقدم بالكرة عبد الرحمن أيضا يحاول ولكن مبتكة بشكل ممتاز من واتارا يلعب الكرة عبد الرحمن يمرر الكرة تعود لأديب إلى خارج أرضية الملعب العروبة والتسديدة ورئيس البولحي رئيس البولحي بعد الكرة في المايا هناك قوة فلاتة هناك يعني دفاع مكتمل في خروج حامد لأن كان يلعب فريق العروبة وفريق القلعة
والذي يتواجد أيضا فريقه إلى أقصى اليمين من جانب سعيد السهراني، عرضية لكن تعود إلى حارس. واضح بأن هناك ما في رغبة كبيرة من جانب الفريقين للتسجيل. القادسية عرضية لكن راسية تبعد، محاولة ما زالت مستمرة، تعود لمحمد. لقطة مثيرة صعبة، متألم على إلغاء هدف. هذا ما جعل نلعب في اللحظات الأخيرة. الحزم كانت من أمام الأهلي ما قبل آخر خمس جولات، اليوم من أمام القادسية وعلى ملعبه. دائما ما يكون الأمر صعب جدا القادسية، ونشاهد هنالك في المقدمة ما بين الحزم والأهلي والأخدود والرياض. وأين هو الجول يا أولا؟ أولا جون يعلي كرة لكنها بالرأس تخلص في المرة الأولى. أمبولحي في المرة الثانية، الخطر يبعد لكن ما زال مستمر الآن على الطرف الأيمن. عرضية تأتي بشكل جميل بصي الشهاد الذي لم يظهر كثيرا في الشوط الأول. صاحب الهدف الكرة ما زالت مستمرة خطيرة، يا سلام الكرة فيها رأي وهو رئيس بولحي. هذه اللقطة هنا الاستلام، قبل ذلك قبل ركاب الحزم. واحد الأسماء إذن اللي تدربت الفريقين، محمد الرحمن لعب مع الأهلي، لعب مع التعاون، كرة ملعوبة للأمام، تخلصت على طول، ترجع مرة ثانية لجهاد سكري، لهيثم عسيري عرضية، محاولة تتخلص على طول، ترجع مرة ثانية لمصلحة للأمام، إبراهيم الشعيل أو أتارة، تغطية إلى رئيس فمان ملوم، الكرة معاه، عرضية محاولة، وإلى خارج أرضية الملعب. الى ركله زاويه. هذه الاعاده الماضيه، مرور ممتاز من عثمان ملوم، مرور ممتاز، شوف اللاعب على طول والتغطيه موجوده كانت، والى خارج ارضيه الملعب. الكرات الاضطراريه تتكلم، كره ملعوبه سريعه، اوكو واتارا على طول الى حارس المرمى، ايسن بولي ملعوبه يحاول يعدي، تتمرر محمد فؤاد، مقطوعه على طول الى اتار. يعني المباراه راسيه، اوجو خلصها من امام، يلعب كره للامام، خلص حارس عافي. دفاعات كانت لقصي الخيبري الذي اعاد الكره الى كواتارا اللاعب الافواري. كواتارا ينقل الكرة أحمد الآن في العرضية، وتعود مرة أخرى إلى هذا هو سليمان الساكندي الذي يتقدم، كما حصل حتى مع فريق القادسية عندما أحضر الحبيب بن رمضان الناجح جدا في الدوري في مواسم سابقة. نعم يرمي الكرة، نعم داخل خط الثمانية عشرة، ولكن كانت قريبة بشكل ممتاز وبشكل صحيح. حميد جاوشي ويحاول المرور ولكن الكرة إلى ركلة. حتى الآن النتيجة تعادل سلبي، ثلاث دقائق كانت قد احتسبت في الكرة. تلعب آخر الكرات نعم، الكرة تعود هناك أيضا مع القيصومة ماهر الشمري في البداية، المدرب الكويتي، بعد ذلك سعد السبيعي المدرب السعودي في ثلاث جولات، ثم السيد فريق القيصومة. وتضرب الدفاعات، دفاعات فريق القادسية، وربما ينجح فريق لاعب الدوري السابق الذي كان يجيد مثل هذه التسديدات ويسجل من هذه الأماكن، أو مع حمود قبل شهر رمضان، وبعد مباراة الشعلة تحديدا قبل نهاية الدوري بثمان جولات. ولكن تعود مرة أخرى، تمريرة ممتازة، جاوشي هنا، الكرة تعود إلى سليمان أو جورجي جامبو. جورجي ينقل الكرة الرأسية، كانت من كواتارا إلى موسوفا، ملعوبة للأمام. يعني هالمباني لعب كرة للأمام، ليه
احمد ياسين، لكن عادت للخلود عرضيه ياسين خلصت مره ثانيه تتبرر، عادت عرضيه سوزا الى مدافع القادسيه خلص كوره ملعوبه من دياز عاليه تتمرر اماميه راسيه الى مشارك والتمريره لتعود مره اخرى تبعد الى منطقه الدسه عاليه تبعد وتنجح الدفاعات في ابعاد سلسلات طوليه وعاليه العرضيه السليمه الراسيه تبعد بعدها الإبواري وطارة هلس وين يا مايكل إلى محمد ريمان وين لم تصل إلى مصلح عريم ومصدر الأمان إلى عثمان باري أو إلى السلطان مرة لها إلى باري إلى باري لم تصل إلى باري وطارة 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 هل تكون الأخيرة يا كوكا يا ميتيز وقالت إلى دفاعات فريق الشعلة مع طلال هوساوي والكرة بتعود أيضا بالخطأ إلى ساوري الكوتا كان في المباراة الماضية من أمام نجران في مباراة سفيان كما ذكرنا بأن استقبلت شباكة بولحي عادت الآن من جانب مهند لكن بالخطأ الهدف حتى الآن يغيب عن أنظار اللاعبين في أرضية الملعب آخر يجدون ثغرة يجدون حل لكن الحل لا يكتمل الفرحة لا تكتمل بوجود أيضا تحدث عن يوم عمل ويوم اختبارات والحضور جميل جدا وقوي جدا حتى على مستوى العائلات يقدم أداء رائع وعرضية تلعب وكرة ساقطة وفرصة ولكنها بأحمر هذا سكن لا يقاوم دروس من يستغل ومن يستفيد من هذه الدروس في كرة مبعدة من أوتارا وقف على كورته حول الكرة ليست لأحد أقرب إلى الدفاعات وإلى أمين وحتى بداية الشوط الثاني حتى الآن 60 دقيقة ساعة كاملة من اللعب الرياض لم يقنع دروس من يستغل ومن يستفيد من هذه الدروس في كرة مبعدة من أوتارا عبد الرزاق يحول الكرة ساقطة خلف الدفاع لكن دفاع القادسية لا يترك مساحات أبدا إلى نواف يا الله إثارة تأتي في الثواني الأخيرة ومحاولة ماذا علينا المخرج في شوط اللقاء الثاني يكلف ذلك هدف الانتصار للقادسية هدف التقدم للقادسية إيش اللي صار أعرف المباريات التي من خلالها الجبلين ينتفض في جزء من الثانية وفي دقائق لكن بلاتة هذه واحدة منها كاد بأن يضع شامة أخرى في مرمى يزيد أبو ليلى فلول غائبة بكل تأكيد عندما تعامل دينيس جيان مع هذه الكرات أو هذا التركيز العالي من جانب القادسية ربما الجبلين سيعاني من خلال هذا اللقاء لكن الانطلاق والسرعة ممتازة خاصة بالنسبة لفريق الرياض لكن فريق الرياض مطالب بالتعويض والقادسية اللي كان أفضل من بداية هذه المباراة وتسديدة إذا كرة للأمام تقدم ومحاولات ورغم الآن إلى كريم يبحث عن الحفاظ الآن القادسية يهاجم وهجر يدافع والمحاولات حتى الآن المحاولات الخطرة تستمر الهجوم المرتد السريع على الكرات المرتدة السريعة إذا الكرة تتحول على جهة اليسرى محاولة يكرمون الضيوف ويبحثون عن الانتصار في هذه المواجهة كرة الآن تلعب داخل يهاجمونك سوف يشفع لك هدفك الأخير وما قبل الأخير من خلال هذا اللقاء هنا للقادسية لو أنت لفريق القادسية الانتصارات يعني الحديث عن 4 انتصارات فقط للقادسية في 19 جولة رقم يعني مخيف للشاق القادسية ليش نتكلم الآن يعني عن الأهلي يا جماعة الخير فريق مثل الأهلي يتواجد في دوري يلو مع احترامي لكل الأندية الموجودة فيه عبد الله الزازي علي سار يتقدم تارا لعوبة للأمام طوعة ترجع مرة ثانية
لمصلحة القادسية. كرة على اليسار، حاول يعدي، حاول يمر، العبة للأمام لكن مقطوعة، عادت من جديد للقادسية. الاستاذ خضير البراي عراف هذا الدوري يعني تحدث قصي الشلالي الى سيدري كاميسي، يرجعها للخلف سابولو أوسارا، وبعدها عادت بمعنويات كبيره لفريق الفيصلي واستغل المرتد مستمر لفريق القادسيه على مرمى فريق الفيصلي، على مرمى فريق الفيصلي. شوف الشوط الاول كيف بدا فنادق الدفاع لكن لم يتعامل معها ولم ينجح ولم يخطف هدف حتى الرمية الماضية. كرة تعود الآن لسيدريك أميركيا، وما زال العنابي يتقدم وسجل حضور وسجل هدف من المرتدة اللي استغلها هكذا. هي تنزل الخلف، محاولة بناء وتنظيم هجمة من فريق القادسية. هل يسعف الوقت والدقائق اللعب الآن في المنتصف؟ محاولات مستمرة وتدبير كرة بشكل أكبر من عناصر لعيبة الفريق القدساوي. كرة عادت إلى الخلف، عادت إلى الخلف، وثارة اسمه ميزي محمد العمري على الصناعة. هذا ما أحدث المدرب الإيطالي جيوفاني. الطرف اليمين اسماعيل، كرة مقطوعة تعود الان قدساوي. اهل لدوري روشن. اذا تتحول الان كرة في وسط الميدان لمصلحة نادي القادسية. احد اذا تعود الان من جديد محاولة لمصلحة نادي هجر، لكن سامبا البرازيلية ويسجل الهدف الاول في هذه اللحظات. يا لها من بداية. كرة الان محمد مهيب ابو الشامات، كرة الآن في منتصف الميدان مع هذا اللاعب. كان هناك انتصار لكل فريق، القادسية استطاع التفوق بثلاثة. هذا اللاعب أدريانو من جديد، ومحاولة إذن لاستغلال أكيد الأخطاء في هذه اللحظات. جولة جديدة وإثارة جديدة في الجولة الثانية والعشرين داخل الأرضية. على كل حال كرة في منتصف الميدان، محاولات قدساوية حاضرة الآن مع هذه التغيير. ساحل والقيسومة والعروبة ونجران وأحد وهجر وعفوا والعربي. إذا فني في الحسابات أكيد، ومحللي الأداء يعون ذلك جيدا من حيث هذا اللاعب، ولكن هناك أيضا الإبعاد الحاضر من الدفاع القدساوي. جماهير الهجر يبدو بأنه قريب وقريب جدا من إضافة انتصار جديد في هذه الجولة، جولة يوم. رمية من بلاتا خاطئة مرة أخرى من بلاتا، تتحول وتصل لحسن الحربي مرة أخرى. يشوف كم تبقى لكنه ما زال للمباراة بقية، ما زال للمباراة بقية، ثواني ربما على نهاية هذا اللقاء. والفرصة للقادسية ملعوبة بالمنتصف، محاولة للعب الكرة بشكل سيء جدا تعود. يبدأ من خلالها الخليف رمضان أساسيين عن هذه المباراة، شكل فعلا القادسية حقيقة واحدا منها. الأمر الطبيعي بأن نشاهد نجران أيضا واحدا من هذه الفرق للأسماء والتاريخ اليمية. بداية جميلة للفريق القساوي بالمقدمة بالانتشار والتحرك في المنطقة. التعادل السادس الذي يجمع الفريقين، ثلاثا منها كان إيجابيا، واحد لواحد.
حضرت مرتين كما هي كانت حاضرة في اللقاء في هدفين. فيها روح حقيقة من قبل اللاعبين في أرضية الملعب. نتمنى أن يحلف الأسماء البديلة لتأخذ مكانها الآن في أرضية الملعب. اسمين من جانب الحبيب رمضان الجولات القادمة من أجل تصحيح مسار بنو قرم. على الطرف الأيسر المباريات الماضية انتصر في 3 وتعادل في 5 وخسر في 10 مباريات. تمرر الكرة إلى كواتارا، تعود رأسية فيليب مايا. كواتارا هي أسماء قادسية على مستوى الشباب على مستوى الناشئين، أسماء يعني ممتازة. خيط مباراة أول نتمنى أن يكون مثير وممتع ما بين الفريقين. أذكر تشكيلة العين مالبوحي أو رئيس مالبوحي في الدفاع، حسن النقاط نتكلم عن 3 نقاط هي الفارق من 5 الفرق الأضعف دفاعيا بعد الشعلة ونجران، وتعود إلى المنتصف عند قصي الشلالي. وفي 7 إلى 8 جولات الأخيرة المتبقية، بالتالي مهم وكرر الإنجاز مع الفيحة في موسم الماضي وأخيرا مع الوحدة سنة 2022. أولى عند نواف الحارثي، مقطوعة في المنتصف تعود. الخروج من شوط المباراة الأول بهذه النتيجة السلبية. أكيد نتيجة لاعب الذي دخل بديلا في الدقائق الماضية، واضح بأن التغييرات التي أهدر الكثير من الفرص في شوط المباراة الأول لم يستفيد من الفرص التي أضاعها. للفريق الحزماوي، ماذا صنع التونسي محمد دحمان؟ ماذا قدم شيء حينها سجل عبد الهادي الحراجين ذلك الهدف الوحيد واليتيم في الشوط الأول في الدقيقة 26 المباراة اللي ما زال يتفوق من خلالها القادسية بهدف مقابل لا شيء. الأخيرة قبل أن يأتي الهداف أولا جول الذي يسجل هدف العودة لفريق الحزم ويصل بعد ذلك. المدافع المتقدم في الكرة الماضية أتارا يلعبها لمشاري القحطاني. في الشاشات من حاضرين في المدرجات، أنا شاهدت قبل المباراة هدف للمباراة، شاهدت الجانب القادسي وسجلها اللاعب سايمون، كان أيضا تسلل. كرة للأمام، إشعيل على اليسار. استمرارك لعدم الخسارة وتكسب المباريات يضعك في المقدمة. لمن صحة سويد، عسل سويد، أتارا يتقدم، كرة معاه في وسط الملعب لابو الشمال. سويد إلى أتاري، العبة لابو الشمال، الكرة معاه يبحث عن زميل، يحاول يعدي، توصل من كلها الوادي، لكن ترجع مرة ثانية. أوكو تغطية أتارا، افريقيا امام افريقيا، ما في كاك والبنيه وعقد مباراه بالضبط ينهي مشوار فريق عمل كبير طوال الموسم، ثلاث ركلات جزاء للهلال واضحه كعين الشمس، ما كانت تحتاج فار ولا تغيير فار، لكن خلينا نقول ان الفار موجود. يدعو للفخر لنا كلنا كشعبيين. كرة لمسوفا، صعب هذا الحدث في هذا التكتل الدفاعي جانب الفريقين، من الصعب يقول لك هدف يجي هذه الكرة ثابتة يجي من خطأ مباراة الهدف. حسن سويد، كرة على اليسار لإبراهيم الشعيل،
إشعيل يلعبها على طول لأتارا، أتارا يلعب كرة للأمام على أحد لاعبي فريق القادسية، يبدو أنها لقصي قصي الخيبري، الكرة الحمراء في التحرك بالكرة ونقل الكرات بعيدة عن حميد جاوشي الذي يريد قصي إلى مشاري القحطاني، مشاري يعود بالكرة كواتارا، فارس عابدي إلى كواتارا، قصي الخيبري، مشاري القحطاني، لاعب سيدريك عميسي، سيدريك إلى قصي، قصي إلى كواتارا، كواتارا كما نشاهد بالكرة. هذه بعض الإحصائيات، أرقام حتى الآن ضعيفة في المباراة بالنسبة للتسديدات، بالنسبة حتى للكرة، ولكن كادت أن تسجل هدف لفريق القيسومة. إذن تسديدة بتسديدة كانت في البداية من كريم العريبي. هذه الطريقة تعود مرة أخرى إلى قصي، قصي فارس عبدي، ملعوبة للخلف عبد الله الزاز. كل التوفيق لكل مدرب وطني حقيقة يقود أي فريق من الموجودين من الفرق سواء في دوري روشن. أمنياتنا ودعواتنا دائما بالتوفيق لكل المدربين الوطنيين سواء في دوري يلو أو دوري الدرجة الثانية أو كثير من الفرق. وشفنا الفرق اللي صعدت، أتارا أو عفوا قصي خيبري، أتارا إلى قصي خيبري، مصلحة الخلود، عبا للأمام، قادم من الرأس، قادم من الرأس فريق الخلود، كرة وسط الملعب، بس يضغط عليه سلطان الشهري، تتمرر، بالنسبة للقادسية اليوم أن يكسب وأن يبعد نفسه عن الحساب. كرة اللعب يستغل ايضا غفله من غفلات المدافعين وارسال كرات طويله، ربما احد الحلول الذي يفكر بها القادسيه. عبد الله الزازي تتمرر الى عبد الله الزازي مره ثانيه للوصول الى النقطه 34 ليبعد عن نجران. قادسيه لا شك أنه لا يرضي كثير من محبيه ومتابعين القادسية. فارس عابدي، أتارا إلى رايس بولحي، محمد يلعب كرة طويلة للأمام، سيدريك حصلها الشهراني، يحاول يحصلها الشهراني، تقتل أتارا المدافع إلى رام، عادت للقلب، أتارا يتقدم إلى فارس عبدي، فارس أتارا عايزن بولحي ثاني، إن لم يكن هناك تغيير اضطراب. خلنا نقول لكم القادسية ما راح يلعب مع مين المرة الجاية. اللعبة على اليسار إلى فارس لمصلحة الخلود، فارس عبدي تغطية سليمة حصلها على طول أتارا، أتارا يلعبها إلى فارس عابدي، كرة معاه للخلف إلى أتارا، عبد الله الزازي كرة حصلها على طول، ضغط قد ساوي نعم لكن بدون هجمات حقيقية حتى الآن، سيطرة استحواذ في المباراة. الأوراق الرابحة اللي يبحث عنها يوسف الغدير في الدقائق القادمة، الأمور تحت قبل أن يلعب مع الأحد الأهلي العربي. من هو اللاعب للأمام؟ حاول تارا تتمرر، عموما كرة اللعبة قصي شاري تتمرر، شاري وحسين الزبداني، التمريره سهله جدا تعود الى واتارا، اخطر كرات الخطوط في شوط المباراه الاول،
كل المباريات صعبة، كل المباريات صعبة في الدوري الأول. شوط المباراة الثاني يندفع إلى ملعب الأخدود أم ينتظر الأخدود، لأنه يعرف أن الأخدود أيضا مطالب بثلاث نقاط. تصل إلى محطة السخونة في فترة الانتقالات الصيفية. لتغيير الأوضاع تصل الكرة سليمة إلى القصي، بعد ذلك إلى فارس وتارا إلى في ملعب، وجلب ثلاث نقاط مهمة في مسيرته ومشوار فريقه من أجل الابتعاد عن شبكة الجول. كرة بتعود الآن على الجهة اليسرى، التقدم والانطلاقة ساولو بشكل ممتاز. إيش هي الأوضاع في البيت القداوي حتى الآن؟ تعادل سلبي هو الخبر الواضح في هذا الشوط حتى الآن، وسط تكافؤ ما بين الفرق في دوري المحترفين السعودي. آخرها كان في دوري جميل في موسم 2014-2015. في جانب فريق الشعب خطيرة جدا كادت أن تأتي بأول الأخبار وأول الأهداف في هذه المباراة، لكن الجزائري خبير رئيس أمبور حيب القادسية في الدقائق الماضية رئيس حقيقة الكرة فيها سفير الآن 14-2 أو 15 في 2008-2009، وأيضا حصة. هل من هدف في هذا الشوط أم تؤجل الأهداف إلى الشوط القادم؟ الكرة بتعود الآن، إبراهيم الشعير والعودة، كوتارا يلم كرة يلعبها إلى أبو شرف، يأتون في هذه المباراة في حراسة المرمى سفيان خضيرية، ماجد القيبري، بدر القحطاني، ماجد المطيري ومشعل البخيت، طلال هوساوي، باكيتي سيلفا، اللاعب الخيني سيلا داوودا، اللاعب العاجي ديفيد مولينجا بولحي. أول لقاء تاريخي تجمعهم في 98، انتهى بها التعادل 2-2. انتصار الشعلة الوحيد كان في عام 2000 بهدف مقابل لا شيء عن بعيد في مباراة الذهاب التي تعادل من خلالها الفريقين 1-1. آخر خمس مباريات تفوق القداوي في ومشاركات كبيرة في دوري الأضواء لأن تكون حاضرة في دوري روشن، لكن اليوم يظهر لنا يظهر لنا الأسماء اللي تبحث عن الوصول من جديد والعودة من جديد أيضا إلى دوري الأضواء. لذلك من الطبيعي بأن نشاهد القادسية والشعلة مباراه الشعلة من أمام الجبلين بخمسة أهداف مقابل لا شيء، القادسية ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. القادسية اللي انتصر مرتين فقط على كرة أمامية ويحاولون على كيفية العودة في المباراة. لكنها لم تصل بعد ذلك، أدوار دفاعية حاضرة عادت إلى كوتارا، كوتارا لإبراهيم الشعير، هند عوض تدينين من جانب الفريق القادسية بشباك نظيفة في هذه المباراة من أمام القادسية، كما توقعنا منذ بداية هذه المباراة بأن المباراة والكرة تقطع وتعود في منتصف الملعب لصالح فريق الشعلة. العودة بعد ذلك لصالح القادسية عادي أمامية، كوتارا بالرأس تحت والرياض ليس ببعيد، إن حقق انتصار سيصل للنقطة رقم 47 ويصبح يفصل ثلاث نقاط لكي يعود لصدارة أخرى أو يتساوى مع أول. الكرة إلى أقصى الجهة اليسرى عند الشعيل، استلام وتناقل للكرات، تعادل بكل تأكيد لن يكون مرضي خاصة بالنسبة لصاحب الأرض والجمهور الرياض. وجود كريم عريبي مع والتر باولا باوليا
في خط المقدمة، وخلفهم أبو الشمات مع سيدري كاميسي قسطات قرار أوتارو أمامية طويلة قد زاوية أبناء الخبر والقادسي. كرة اللعب الآن تذكر السادة ويمكن الثواني الأخيرة قبل صافرة النهاية، الفرصة الأخيرة للقادسية إذا أراد تعديل النتيجة. واحد مقابل لا شيء، هل تستمر هذه الوضعية؟ هل تستمر هذا؟ قدم مستويات جيدة ورائعة لقادس السبيعي، الكرة تعود لي. جمال كرة ملعوبة، ملعوبة للأمام طويلة، لكن يعني أنا في رأيي بجانب الكتيبة البيضاء، كرة عالية أمامية، كريم عريبي بعد السماح طبعا للأندية التعاقد مع حراس مرمى محترفين أجانب.